ينتظر 350 من موسيقي الشارع في إسبانيا نتائج اختبار أخضعتهم له سلطات مدينة مدريد لاختيار من سيسمح لهم بعزف الموسيقى في شوارع المدينة. يتجه كثير من الموسيقيين إلى العزف في شوارع المدن الكبرى في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وقلة فرص العمل في إسبانيا. يهدف مجلس مدينة مدريد من اختبار قدرات العازفين إلى تحسين مستوى الموسيقى وإلى الحد من الإزعاج في شوارع المدينة بتقليل عدد العازفين في بعض أجزائها. أما الذين ينجحون في الاختبار فسيتعين عليهم الامتناع عن العزف طوال فترة القيلولة أو السيستا الشهيرة. غريب، نسمع قليلا ربما ونعود للحديث. Street power, red.